بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة بكمل معاكم حل كتاب المدرسة الوحدة الثانية الدرس الرابع والخامس. عندنا هنا look at the beets، انظر إلى الحيوانات الأليفة، يبقى كلمة beets حيوانات أليفة. write the words، اكتب الكلمات. عندنا هنا في كلمات bird طائر، cat قطة، fish سمك، lizard سحلية. جايب لي الأربع صور. أول حاجة ليزر اللي هي السحلية دي، طبعا مكتوبة دي صورة ليه العصفور أو الطائر، يبقى بيرد بي أي آر دي، سمك فيش اف أي اس اتش، القطة كات سي اي تي. طبعا الأربعة دول حيوانات أليفة. رقم اتنين، هاني هاز تو رايت أباوت ذا بيست أنيمال تو كيب أز أبي، يعني يجب على هاني أن يكتب عن حيوان أليف بيربيه ك حيوان أليف يعني. في عندي دلوقتي ريد هيز نوتس، اقرأ الملاحظات بتاعته. دي سايد وقرر which are positive، أيهما إيجابي وهنرمز له بالرمز بي، and which are negative وإيه الحاجات السلبية ونرمز لها بالإن. عندنا مثلا كاتس، جايب لي القطة يعني، كاتس بيتس اللي هي القطط الحيوانات اللي هي الإيه الأليفة يعني كحيوانات أليفة. هنا كام ال 18 كام دي بوزيتيف، رمز لها بالرمز ايه بي. طب كلين نظيفه، نظيفه برضو بي يعني بوزيتيف. يوجوالي فريندلي دايما ودوده، يبقى برضو بي. اندبندنت مستقله يعني لا تحتاج مساعده من احد، برضو بي. هاف سوفت فير يعني الفرو بتاعها ناعم، برضو بي. هاف شارب كلوز لها مخالب حاده، اند تيس واسنان، طبعا ده حاجه نيجاتيف اللي هي الان، نرمز لها بالان اللي هي دي سلبيه يعني. بيوتيفول حيوانات جميله، بي. بيتنج اكات ميجز يو هابي، تدليل القطه يجعلك سعيد، برضو دي حاجه ايجابيه يبقى بي. السؤال رقم 3، ريد هاني از باراجراف، اقرا الباراجراف بتاع هاني، انسر ذا كويستشنز واجاوب على هذه الاسئله. نقرا الباراجراف الاول وبعد كده نقول. كاتس ار ذا بيست بيتس، القطط أفضل حيوانات أليفة، ده بالنسبة له يعني. بقول إيه؟ cats are my favorite animal، القطط هي حيواناتي المفضلة. and I think وأعتقد they make the best pets، أنها أفضل حيوانات أليفة. they are beautiful، إنهم جمال. with soft fur فروها ناعم. which is nice to touch، يعني لطيف الملمس. They are clean and calm animals، إنها حيوانات نظيفة وهادية. Which are usually friendly، دايما ودودة. They like people، إنهم يحبون الناس. But they are independent، ولكنهم حيوانات مستقلة. So you don't need، لذلك أنت لا تحتاج. To take them، أن تأخذهم for a walk، في للتمشية أو تمشيهم يعني every day كل يوم. It's true that cats have sharp teeth، يعني انها لحقا لها اسنان مخالب واسنان حاده. but they only use them، ولكن بتستخدمها فقط when they are scared، لما يبقوا خايفين. people also say، الناس ايضا بتقول that when you beat a cat، عندما تدلل القطه it makes you happy، تجعلك سعيد. so they are good for your well-being، لذلك هم جيدين لراحتك وصحتك ايضا. ده بالنسبه للنص. نيجي على الاسئله بتاعته بقى. Which of the opposite points does Hani include؟ يعني النص بتاع هاني ده بيحتوي، او البرجر بتاع هاني بيحتوي على ايه ايجابي؟ ان القطط دي كام اند كان، يوجوالي فريندلي، هاف سوفت فير الى اخره. طب does he include، الباراجراف بتاعه ده يشتمل على any of the negative points، اي نقاط سلبيه؟ طبعا yes he does، yes he does. they have اللي هي القطط يعني have sharp claws and teeth. رقم 3، what does he say about the negative points، وبيقول ايه عن الايه عن الاشياء النقاط السلبيه دي. قول he says cats have sharp teeth، لا شارب كلوز اند تيز، ان القطط دي لها اسنان ومخالب حاده. but they only use them، ولكن بتستخدم المخالب والاسنان دي when they are scared، لما يبقوا خايفين. نيجي بقى على الصفحه اللي بعدها، هنا نصيحه خلي بالك. you can use but،
يبقى ممكن نستخدم اداه الربط ايه بات تو جوين لربط تو كونتراستينج ايدياز لفكرتين اثنين متناقضتين ان سنتنس في الجمله. مثلا فور اكزامبل يو كان منشن ممكن تذكر نيجاتيف بوينت نقطه سلبيه زين ثم يوز بات وبعد كده بنستخدم بات تو اكسبلين عشان نشرح واي اتس نوت ريالي ا بروبلم ليه هي مش مشكله. It's true انها حقيقة that cats ان القطط have sharp claws and teeth ان القطط لها مخالب واسنان حامية but لكن هو بيشرح ان هي مش مشكلة they only use them ولكن بيستخدموا فقط المخالب والاسنان لما يبقوا ايه خايفين. هنا بقى join these sentences اربط الجمل اللي جاية دي to make single sentence عشان تعمل جملة واحدة باستخدام but. جايب لي هنا جملة محلولة I like most types of fruit بحب كل أنواع الفاكهة but هنا جاب لي but I don't like mangoes لكن مش بحب المانجو. اثنين we want to go to the beach نحن نريد الذهاب إلى الشاطئ. It's raining today الدنيا بتشتي النهاردة يبقى أقول كده الجملة كلها we want to go to the beach but خدتنا but ربطنا but it's raining today لكن الدنيا بتشتي النهاردة يبقى هنا الجملة دي فيها contrast. اثنين او ثلاثة بقى ليزارد السحالي ميك جود بيتس يعني حيوانات أليفة جيدة يعني اتس ديفيكالت تو فايند فود فور ذيم وعايز اقول ولكن من الصعب انك تلاقي لهم اكل يبقى ليزارد ميك جود بيتس بات اي لكن اتس ديفيكالت صعب ان احنا نجد لها الايه الطعام فور ذيم نحطها هنا. بنيجي على رقم اربعة ماي نيو سكول از جريت مدرستي الجديدة جريت عظيمة رائعة it's far from my house بعيد عن بيتي يبقى ناخد but لكن هنا five aside football is an exciting sport ولكن الملعب الخماسي لكرة القدم أو مثلا فريق كرة القدم الخماسية رياضة مثيرة it takes a lot of time to practice it بتاخد وقت كتير في التدرب عليها بنستخدم برضو but في هنا هو في المنطقة دي كده. هنا بقى تشوز ابيت اختار حيوان اليف تو رايت اباوت عشان تكتب عنه سينك او بوزيتيف فكر في الحاجات الايجابيه والسلبيه اباوت ايت بي هنا مثلا ناخد على دوجز ار ذا بيست بيتس الكلاب هي افضل حيوانات اليفه بوزيتيف الحاجات الايجابيه فيها هنقول زي هاف بيج او مثلا الكلب ده بيج اند هاز سوفت فير بيبقى كبير والفرو بتاعه ناعم friendly and calm يعني عطوف او ودود and calm وهادي. طب الحاجة السلبية بيها they have sharp claws and teeth لها مخالب واسنان ايه حامية. بقول لك بقى write a paragraph about your bit in your notebook زي ما احنا لسه كاتبين دلوقتي بقول لك use adjectives about personality وهكذا. بنيجي هنا بقى الدرس الخامس think and take notes يعني فكر واعمل ملاحظاتك. طبعا كل ده يبقى على النت. You are going to make a leaf اللي هي a leaf يعني انت سوف تعمل منشور with a map خريطة يعني of your school لمدرستك to help new students لكي تساعد الطلبة find their way around عشان يلاقوا الأماكن والطرق بتاعتهم. أول حاجة تعملها إيه؟ make a list اعمل قائمة of the building اسم المباني in your school لمدرستك. اثنين include any areas يعني خلي الخريطة دي تشتمل على المناطق where you can do sports اللي بتلعب فيها رياضة study science وتدرس فيها العلوم زي المعامل مثلا or relax أو الأماكن الاستراحة and have meals والأماكن اللي بتتناول فيها الوجبات. كمان are there spaces for cars or bikes هل بقى في أماكن للعربيات والدراجات where are the entrances أين المداخل read and do هنا الولد ده عمل لنا الكلام ده فبنقرا ونتعلم منه. draw a map ارسم خريطه of the school المدرسه. color the buildings لون المباني or different areas او الاماكن المختلفه. write a number on each one اكتب الرقم على كل ايه صوره يعني. include the entrance هنا بقى ايه خلي المدخل to the school الى المدرسه and the streets around it خليها تشمل يعني على المدخل. write the key for the map يعني اكتب مفتاح الخريطة write the heading اكتب العناوين كي زي دي كده. هنا كي بقى رقم واحد the main building
المبنى الرئيسي، the bus stop of autobus، the middle court الملعب اللي هو الوسط ده يعني، the IT building اللي هو تكنولوجيا المعلومات. هنا الولد ده عمل لنا رسمة وبقول explain your plan your map to the class، يعني اشرح الخريطة بتاعتك للفصل. واحد، display اعرض your map الخريطة بتاعتك on the classroom wall، او حطها على الحائط يعني او علقها. say the names of the places، اذكر اماكن اسماء الاماكن. explain what you do in each one. طبعا دي صورة الولد عامل هنا المباني ومرقمها كلها قدامنا. بقول مثلا جيب لي بقى مثال، number 4 is the IT building، رقم 4 هو مبنى تكنولوجيا المعلومات. we have our IT lessons، بناخد حصص تكنولوجيا هناك. it has a lot of computers، في كثير من الكمبيوترات. and tablets in it، واللي هي التابلت فيه. هنا بقى complete the words for the photos. هنا البنت دي بنت شاطرة clever C-L-E-V-E-R. ده الولد ده طبعا بولايت يعني مهذب، هنا بيسلم اهو B-O-L-I-T-E. هنا nervous N-E-R-V-O-U-S يعني عصبي او متعصب. هنا البنت دي خجولة بتتكسر بتستخبى. هنا organized ادي O R G A N I Z E D. هنا messy يعني فوضى M E S S Y. complete the sentence، اكمل الجمل باستخدام who او which او where. طبعا هو الاولانية للعاقل، which لغير العاقل، where للمكان، حسب بقى الكلمة اللي بقى قبل النقط على طول. هنا miss where is the French teacher، هي مدرسة الفرنساوي. هنا طبعا دي عاقل يا جماعة، ناخد هو، يبقى ناخد جدوان هو is always calm and helpful، دايما هادية ومتعاونة. اتنين، is that the house، house ده منزل، يبقى مكان، يبقى where، بيقولش e r e، يبقى حيث your uncle lives، عمك يعيش. this is the math questions، يعني هذا سؤال بالرياضيات، يبقى غير عاقل ناخد which، w h i c h. I don't understand، انا مش فاهم. are this the clothes، هل هذه الملابس، برضو غير عاقل، يبقى ناخد which، W-H-I-C-H. you want to take on holiday. هنا is مجدي the boy، هل مجدي هو الولد، يبقى هنا هو. lives in your building. this is the classroom where، هذا هو الفصل. حيث we study science. think about unit 2، فكر في الوحدة الثانية. write 2 things you enjoy، اكتب اللي انت استمتعت بي. اقول ايه، I enjoy to describe my own and other people's feeling، يعني انا استمتعت ب describe بوصف شعوري وشعور الاخرين مثلا. write 2 things you learned، اكتب حاجتين اتعلمتهم. I learned about people's personality، انا تعلمت عن شخصيات الناس. I learned to make a leaflet، يعني انا تعلمت انني اعمل منشور about my school، عن ايه، مدرستي. وبكده اعزائي طلبة وطالبات الصف السادس انتهينا من فيديو النهاردة، وهو كان حل الدرس الرابع والخامس من الوحدة الثانية. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما ننساش اشتراك في القناة ودعمها بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.